تمكنت قوات الأمن بإقليم البحيرة من القبض على عصابة تقوم باحتيال سكان مدن الإقليم المختلفة، خاصة مدينة بول حاضرة الإقليم. وقد تم عرض هذه المجموعة لحاكم الإقليم آدم فورتي أمدو في مناسبة جرت بمدينة بول. عبد الرحمن آدم رحمة. إن السيطرة على الانفلات الأمني ووضع أيدي رجال الأمن على الغشاشين وذوي النوايا السيئة تجاه المواطنين من أولويات حاكم إقليم البحيرة داخل الإقليم، وعليه فقد عرض رجال الأمن بمدينة بول أحد الغشاشين والمستولين على المال بطريقة غير قانونية، حيث قام المدعو دوميول ديلا فريدريك بإنشاء مؤسسة مخالفة للقانون، أوهم من خلالها سكان مدينة بول على أن مؤسسته مختصة بتقديم دعم المشاريع الصغيرة لصالح التجمعات المدنية بالمدينة، ويتقاضى عن طريقة الغش مبلغ قدره 22 ألف ريال مقابل أي مشروع، إلا أن هذه العملية التخريبية لم تمهله فترة وجيزة حتى وقع في شباك رجال الأمن. وبهذه المناسبة فقد أشار حاكم إقليم البحيرة أدون فورتي أمادو إلى خطورة مثل هؤلاء الأشخاص في أواسط المجتمع، كما يشكلون عرقلة في العملية التنموية، حاثا في الوقت ذاته رجال الأمن إلى مضاعفة مثل هذه الجهود، وأن المتهم سيسلم إلى الجهات المختصة من أجل إجراء القوانين المعمول بها. اللي يفكروا ويشوفوا نار مدايس كنار مسي نار مدا إندا بعد إندا كات كات يا خادم حكومة يعرفها ويشوفوا والأونجا قايدين كل الناس وايدين يجوا يقسمهم يا كل الناس ما كل حد يفكر. هذا ويشار إلى أن جملة المبلغ المالي الذي جمعه دوميول ديلا فريدريك يقدر ب 8 مليون فرنك سيفا تحصل عليه من أصحاب التجمعات المدنية في مدينة بول. أطلق حاكم إقليم بوركو داود حماد بشير الحملة المحلية لاستئصال شلل الأطفال. المناسبة جرت بمركز دونزانغا الصحي بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين. حليمة السعدية يعقوب. تسعى الحكومة التشادية دوما على الاهتمام بالأطفال وبتعاونها مع المنظمات غير الحكومية في مجالات الصحة، لذا جاءت هذه الحملة الرسمية لتطعيم ضد شلل الأطفال بالمركز الصحي دوزينغا التابع لإقليم بركو، والتي تستهدف الحملة للأطفال الذين يتراوح أعمارهم ما بين سن الصفر حتى الخمس سنوات، من ناحيته المندوب الإقليمي لوزارة الصحة العامة بإقليم بركو الدكتور سالي كوري قدم شكره للجميع على اهتمامهم بهذه الدعوة، وذلك من أجل تطعيم أطفالهم من مرض شلل الأطفال، وأضاف بأن الحكومة قد وضعت كل التدابير والتوصيات لأجل منع حدوث حالات شلل الأطفال في البلاد. حاكم إقليم بركو داود حماد بشير أوضح في حديثه بأن الحكومة لم تكن مكتوفة الأيدي، بل لها جهود بذلت من أجل الغداء على جميع الأوبئة التي تصيب المواطنين سيما الأطفال. ستستضيف مدينة بلتن حاضرة وادي فيرا في الأيام القليلة القادمة القافلة الطبية التي ستنظمها مؤسسة القلب الكبير التي تترأسها سيدة البلاد الأولى هند ديفي إتنو. وفي هذا الصدد تنظمت السلطات المحلية حملة توعوية للسكان حول القافلة وما تقوم به أثناء إقامتها ببلتن. هذه الحملة ترأسها محافظ المدينة عبد الرحمن عبد الكريم. تقرير علي فاضل قدركي. في إطار التجهيزات لاستقبال قافلة مؤسسة القلب الكبير بمدينة بلتن عاصمة إقليم وادي فرا، تأتي هذه الاستعدادات من قبل مسؤولي الإقليم بهدف توعية وحث الطبقات الاجتماعية بالإقليم للاهتمام باستقبال القافلة المرتقبة التي تحتضنها مدينة بلتن في الأيام المقبلة، حيث أشار المنظمون بأن القافلة تضم أطباء في جميع التخصصات إضافة إلى معونات إنسانية تقدم للشرائح الضعيفة بالإقليم. هذا وفي خلال الحفل التوعوي أشار ممثل مؤسسة القلب الكبير بإقليم وادي فرا السيد آدم التور النور ودك بأن القافلة ستأتي من أجل علاج سكان الإقليم الذين يعانون من بعض الأمراض ولم تسمح لهم ظروفهم بالذهاب إلى المستشفيات، كما أضاف بأن القافلة ستهدي معدات زراعية للتجمعات الزراعية بالإقليم. وفي ختام حديثه طلب من الحضور إبلاغ جميع الجهات المعنية بإنجاح هذه القافلة،
ومن جانب آخر شكر محافظ بلتين عبد الرحمن عبد الكريم باسم حاكم الإقليم مؤسسة القلب الكبير لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة التي تقوم بها، مؤكدا بأنه واثق من نجاح هذه القافلة المرتقبة، داعيا المسؤولين بالإقليم مضاعفة الجهود لإنجاح القافلة.